ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني. أهلا بك كريم. يعني الملف الخاص بالمحور الاقتصادي به الكثير من التفاصيل، اطلعنا على أهم النقاط التي تمت مناقشتها اليوم. الحوار الوطني في انطلاقاته الثانية ولكن الأولى في المحور الاقتصادي، انتهى اليوم الأول في المحور الاقتصادي والثاني في الحوار الوطني منذ انطلاقه، الذي ناقش ملفين هامين جدا وهو الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بالإضافة للسياحة. أما بالنسبة للحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية فتم مناقشة العديد من القوانين والتشريعات التي من الممكن أن تخفف وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطن بشكل عام، ولكن تم التحديد أكثر فيما يتعلق بالتموين وتوفره الدولة للمواطنين، وكان هناك مقترحات بزيادة نسبة التموين بما يقرب من 10% لتقليل الفجوة بين يعني ربما الأزمة الاقتصادية وأيضا ما يواجهه المواطن بشكل عام. هذا فيما يتعلق ببعض التوصيات التي خرجت من لجنة أو محور الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة بالطبع للعدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالتوزيع الآمن بشكل عام، وأيضا فكرة حصول المواطنين على الحقوق فيما يتعلق بالتعليم والصحة، ومنها أيضا ما حدث في تكافل وكرامة وكيفية تطوير هذه الآليات والتشريعات الخاصة بها. أما بالنسبة للسياحة فكان هناك نقاش كبير، وأيضا خرجوا بتوصيات فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بجذب الاستثمارات السياحية وأيضا تسهيل المعوقات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين في أيضا الملف السياحي، وأيضا آليات عرض والتسويق الخاصة بالملف السياحي، إما يكون تسويق جديد عن طريق الإنترنت أو حتى التسويق التقليدي المتعارف عليه، وزيادة آليات جذب السياحة هنا في مصر. كانت هذه ربما نبذة عن ما خرج إليه اليوم الثاني والأول، الثاني في الحوار الوطني والأول في المحور الاقتصادي ببعض التوصيات كما ذكرنا. ولكن المميز اليوم ليس فقط المشاركة الحزبية المتعارف عليها ومشاركة الخبراء وأيضا مشاركة المجتمع المدني، ولكن المميز وأيضا مشاركة المواطنين، حيث شارك أحد المواطنين جاء خصيصا من محافظة البحيرة وهو مواطن تعدى 70 عاما، 73 عاما، جاء ليشارك برأيه في أيضا بعض الحلول، ومنها أيضا يعني أنه قال أنه يريد أن يفتح باب للنقاش ويقلل الفجوة بين المواطن والمسؤولين، يفتح باب للنقاش سواء كان من بداية من الوحدة المحلية ووصولا حتى للوزراء وحتى رئيس الجمهورية، أنه يبحث عن آلية جديدة للتواصل المباشر بين المواطنين وأيضا يعني أصحاب القرار أو صناع القرار. ولكن المميز كما ذكرنا هو مشاركته المباشرة، أنه جاء خصيصا ودخل وكان هنا وأعرب عن يعني سعادته بهذه المساحة التي حصل عليها سواء هو أو حتى المشاركين معه داخل هذا الحوار. ربما كان هذه كما ذكرنا نبذة عن ما حدث في اليوم الثاني للحوار الوطني واليوم الأول للمحور الاقتصادي.